أنا رفل عاصم من مدينة الموصل مواليد 1988. تخرجت من المعهد التقني سنة 2017-2018، ولكن مع الأسف يعني لم أحصل على وظيفة بسبب الظروف التي يمر بها البلد. فسجلنا بمثل هذه الدورات في سبيل الحصول على عمل، وبنفس الوقت نتعلم في سبيل إعمار مدينتنا بسبب الظروف التي مرت بها والدمار الذي خلفه داعش والحروب. توسطت عن طريق تشغيل العاطلين عن العمل، وتم اختياري يعني من بين الأسماء عن طريق التسجيل، يعني مثل العاطلين عن العمل الموجود يعني المكان، والهاي الكل يروح يسجل بينه، وأنا بصراحة يعني أشجع الكل تروح يسجل بينه. طبيعة دورتنا طريقة البناء بالطابوق، وهو تعليم الدسترة والطريقة الجبل بمقادير محددة، صف الطابوق بأوزان يعني في سبيل الإعمار. احنا ان شاء الله بعد الانتهاء راح نلتحق بالمدينة القديمة، هدفنا إعمار مدينة القديمة بعد الخراب التي حصل فيها بسبب الحروب التي مرت بها. دور المرأة مهم في إعمار مدينة الموصل، ويجب يعني المساواة يعني بين الرجل والمرأة، يعني ما لازم يكون هناك يعني تفرقة بيناتهم، يعني بالعكس يعني أنا أشجع المرأة عن العمل والتقدم إلى مثل هكذا الدورات، وتكون لها دور بالمجتمع. بعد هذه الدورات قاموا النساء كثير يتقدمون ويشاركون بها ويقدمون على مثل هكذا دورات، لأنه يعني يجب يعني التخلص، لأن إحنا نعرف إنه المرأة يعني شوية أكو ضغوطات يعني عليها ما مثل الرجل، فيعني وخوف الأهل عليها يعني ممكن إنه يمنعها إنه تطلع من البيت أو تشارك، فيعني أنا بدوري إنه يعني إن شاء الله ماكو شيء وتشارك، هسه مدينتنا يعني تمر بأمان ما مثل قبل. يجب إنه الواحد يتقدم، يعني ما إنه مثلاً يعني احنا هسه نمر بفتره صعبه وهي فتره كورونا، مثل هذه الدورات يعني راح تكون دعم لهم يعني انه يشاركون بها ويتعلمون، بالاضافه الى الحصول يعني على صنعه يعني بعد ما يتخرجون منها ويتعودون عليها في سبيل تعمير البلد والعوده كما كان سابقا. اتمنى يعني هذا الفكر يعني ينزاح من عندنا، وكل النساء تشارك وتشتغل ويعني وتتقدم ويكون له دور بالمجتمع، يعني هذا انه اشجع الكل يعني على التقدم. وش حكي احنا نحكي.